يشارك البرلمان المغربي بغرفته في الدورة الثانية لمعرض الكتاب التي تنظم بهذا الفضاء الجميل، وهي مناسبة للشرح لكل كافة مكونات الشعب المغربي حول الدور الذي يقوم به البرلمان إن على مستوى المؤسسة كأحد السلطات في الدولة، وكذلك هو تعبير عن الديمقراطية المغربية واللي كنهدفوا من خلاله على أننا نقربوا من المواطنات والمواطنين، خاصة الشريحة العمرية ديال الأطفال واللي بشروحات قيمة عمل كيقوم به البرلمان المغربي. أعتقد بأن هذه النسخة كذلك من المعرض الدولي للكتاب هي مهمة جدا في إطار ترسيخ هذا الفضاء السنوي اللي يعبر كثيرا عن الثقافة المغربية خاصة بشقها المتعلق بالكتاب.